سعيد طول عمرك. اولا فطبعا انا اعددت لي قصيده عرضه جنوبيه. جميل. وطبعا شعر العرضه الجنوبيه من باب نقل الموروث، فانا حبيت ان يكون اول مشاركه لي بشعر عرضه جنوبيه. ولو ان نحمد الله ونشكره، وسائل التواصل الاجتماعي هذه اصبحت كل شيء من موروث ومن غيره، من شعر، من اي شيء، في الجنوب، في الشمال، في الغرب، في الشرق، في كل محل موجود، وهذا فضل من الله علينا سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر. شعر العرضة الجنوبية من أصعب أنواع الشعر، لا يجدها إلا شاعر يعني تمكن منه. فشعر العرضة الجنوبية ممكن أن يكون شاعر نظم، ممكن أن يكون شاعر محاورة، يعني تسهل عليه بما أنها جاءت شعر العرضة الجنوبية. و يعني بالعكس، شعراء مثلا النظم والمحاورة بعضهم يستطيع أن يجد شعر العرضة الجنوبية والبعض لا. فأنا مثل ما قلت لكم انتقينا أو اخترت أن أكون أول مشاركة لي بشعر العرضة الجنوبية، وتقبلوا ما يجي منا، وهي موجهة لمالك القناة ولبعض الحاضرين، ويعني تستاهلون أكثر مما بنقول. طول عمرك أبو سعيد. يا لا 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 لي يا لا لا لي يا لا لا. ناقف يا ابو سعيد على راسي، تسلمون. خلها بما انك جبت العرضه الجنوبيه. يلا. ووفاء للعرضه ووفاء لاهل الجنوب. تسلمون. اللي نحييهم ونمسي عليهم بالخير. طيب نبي ناقف لهم يا طويل. تسلمون، هذا من طيبكم، من طيب اصولكم جميعا. يا لا لي يا لا لي يا لا لا لي يا لا لا. عند الحقيقه يعيش الشيخ ابو صالح، أساس قناة تبث وتنقل الواقع، وفي جنبه الشايخ بدر وخويا أبو ثامر، والطاقم اللي مواقفهم حماسية، والطاقم اللي مواقفهم حماسية، علوم وإعلام والواقع هي الواقع، متميزة في القنوات الفضائية. يا لا 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 لا، متميزة في القنوات الفضائية، يزف القنوات الفضائية. يا لا لي يا لا لي يا لا 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 لا، بعيد لكم القنوات الفضائية. يا لا لي يا لا لي يا لا 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 لا. عند الحقيقة يعيش الشيخ أبو صالح، أساس قناة تبث وتنقل الواقع، وفي جنبه الشيخ بدر وخويا أبو ثامر، والطاقم اللي مواقفهم حماسية، أعلام وعلوم والواقع هي الواقع، متميزة في القنوات الفضائية. يا لا 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 لا، متميزة في القنوات الفضائية. سلامتكم، شكرا لكم، الله يحفظكم. تسلموا، تسلموا كلهم، والله أهلنا، والله الله يطول عمرك.